جئتكم برسالة شعب كانت أرضه بالأمس القريب منارة للتعايش السلمي والأخاء، وها هو اليوم بين شريد هائم يحتضن الأمل في مأواه، وبين سجين ومناضل يرفض بدمه وروحه أن يستسلم ويستكين للاحتلال مهما بلغ عنفوانه وبطشه. أثناء احتلال صدام حسين للكويت كان الموقف الشعبي التركي غير متحمس لنصرة الكويت. أرسل الملك فهد شخصيات سعودية ورجال أعمال ومؤثرين لتركيا، وذلك لحشد الرأي العام مع حرب تحرير الكويت. الملك أرسل وفود في جميع أنحاء العالم شرح القضية، وجاء وفد في الشيخ صالح كامل وفي بعض الإخوان الأساتذة في جامعة الملك سعود، وفد محترم كبير جدا، وأنا كنت معاهم وعملنا محاضرات عديدة جدا في مدن تركيا كلها، وأنا أعتقد نجحنا نجاح كبير جدا. طلبت السعودية من تركيا أن تستخدم قاعدة أنجرليك في هذه الحرب، ولم يكن الرئيس ممانعا لهذا القرار. Whether Saddam Hussein pulls out of Kuwait or he doesn't pull out of Kuwait, this is a separate subject and it should be dealt after the crisis. لكن هذا القرار لن يتم إلا بموافقة البرلمان التركي، حيث لا تحظى هذه الحرب بقبولهم. أوجد عبد العزيز خوجة حيلة لن تتكرر لتمرير ذلك القرار التاريخي. جاءت فترة اللي هي خروج صدام من الكويت، ويعني وتحرير الكويت، وكان في طبعا قاعدة تجلك لازم تطلع منها الطائرات، هي كانت حضرت لاحظت، لكن لازم تأخذ موافقة من البرلمان التركي بالعملية دي، وكان يعني مؤكد انه ما يوافقوا في التصوير، حتصير مشكله يعني، وحتصير يعني لكلكه في بهذا الامر. فكلمت اوزار هذا الموضوع، قلت ايش الدبره دحين؟ قال لي والله وقف البرلمان والباقي علي. وقف البرلمان؟ كيف وقف البرلمان؟ ها؟ قال لي شوف انت وشطارتك. أنا كانت تربطني مع أوزال علاقة، مع الرئيس أوزال الله يرحمه، علاقة متميزة حقيقة، هو وأهله وأخوانه والجميع يعني الجميع. فكيف هسوي؟ فقال لي إذا وقفت البرلمان ما اجتمع بعد غد، القرار في صورة طبيعية يجيني أنا، وأنا حوقع بالموافقة وانتهى الأمر. طب كيف أسوي؟ فجاتني فكرة إنه ما يصير نصاب في، وبعد كده حيصير عندهم إجازة 15 يوم، عندهم إجازة في الفترة، عشان كده هو قال لي إذا كنت أتخلي البرلمان يجتمع. المهم الحمد لله اتفقت مع الحزاب اللي أعرف حزب اللي هو الوطن الأم اللي وزار فيه، وكان مسعود يلمز هو رئيسه في ذاك الوقت بعد ما صار جمهورية وزار، وبعض الأحزاب المعينة عزمتهم عندي كلهم بالبيت، وكان فيها سفير الكويتي الرفاعي أعتقد اسمه الله يرحمه مات أيضا، كان بخيرة الرجال. فاجتمعوا عندي واتفقنا اتعشينا سوا في البيت عندي، واتفقنا انه كلهم بكره ما يحضروا جلسه البرلمان. شلون اقنعتهم؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق، وساعدني فيها رئيس الوطن الام ذاك الوقت سيد مسعود يلمز، وبعض طبعا اللوبينج عملناه. المهم كلهم أجمعنا حضرنا، قسمنا إنه بكرة ما يحضر، وفعلا جاء البرلمان ما في كورم، ما في نصاب، والناس مصدقين، كل واحد بده ياخذ إجازة، إلا بده يروح البحر، إلا بده يروح هنا، يعني بده يعني كل واحد عنده مشروعه.
قالوا خلاص بعد ال خلاص رفعت الجسد رفعت الجسد انتهينا. وكلمني السيد رئيس الوزراء قال لي مستر امباسادو ويل دون سويت شيء طيب. بلغ اخي الملك فهد انه خلاص الامور ماشيه طيب